الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ. شكوى أممية لدمشق تطالب بإجراء تحقيق فيما تصفه بجرائم التحالف الدولي بالرقة. والرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على عقد قمة مشتركة نهاية نوفمبر الجاري. الساعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام فجر اليوم بجولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ. كان السيسي قد عاد إلى مصر عقب زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي استمرت 4 أيام وشهدت برنامج عمل مكثف، حيث شارك رئيس السيسي خلال الزيارة في مؤتمر المشاركة مع إفريقيا. We'll be right back.
أعلنت القوات المسلحة مقتل 18 تكفيريا بشمال ووسط سيناء والقبض على 129 فردا من المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها 29 بشأن العملية سيناء 2018، أكدت نجاح القوات الجوية على الاتجاه الغربي في تدمير 25 عربة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والبضائع المهربة. استمرارا لجهود أبطال القوات المسلحة والشرطة لاستئصال جذور الإرهاب، فقد أسفرت النجاحات المتتالية لخطة العملية الشاملة سيناء 2018 خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بالظهير الصحراوي الجنوبي، أسفر عن تدمير عربة دفع رباعي والقضاء على العناصر الإرهابية المتحصنة داخله، كما نجحت القوات الجوية على الاتجاه الغربي من تدمير 25 عربة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والبضائع المهربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية للبلاد، واستهداف عدد من الأوكار نتج عنه القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء. القضاء على 10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش، والتحفظ على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين. القبض على 129 فردا من المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وإبطال مفعول 141 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك، وضبط عدد من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار بشمال ووسط سيناء. تدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار ومواد الإعاشة وكتب وشرائط كاسيت تدعو للفكر التكفيري ولابتوب محمل عليه مواد فيلمية وجهاز تنصت. ضبط وتدمير والتحفظ على 16 سيارة أنواع، وتدمير 35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. وفي إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بشمال سيناء، وضبط 8 بنادق مختلفة الأنواع و6 خزنة، كما تم ضبط 3368 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و365 كيلو جراما لنبات البانجو و37 كيلو جراما لجوهر الأفيون و1.5 مليون قرص مخدر، كما تم ضبط 5 أجهزة تستخدم في الكشف عن المعادن وإحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 1383 فردا
من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات، ويستمر رجال القوات المسلحة والشرطة في استكمال القضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة شعبه العظيم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دعم وتعزيز التعاون مع جنوب السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساعدة في تكريس دعائم الاستقرار والسلام به. وخلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي لاستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية، شدد مدبولي على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الإفريقية بوجه عام، في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول القارة لتحقيق المصالح المشتركة ولتقوية دورها الريادي. كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة توليد كهرباء الأقصر باستثمارات خارجية مباشرة تقدر بمليارين وثلاثمائة مليون دولار. وأكد مدبولي أن الاتفاقية تعكس جهود الدولة في جذب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، فيما أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أن المشروع يترجم اهتمام الوزارة بإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية. واعتبر رئيس شركة أكوار باور الذي وقع الاتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن مصر أصبحت منصة لجذب الاستثمار من مختلف دول العالم. كما شهد مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون لتسويق منتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكي بين وزارة التموين وهيئة قناة السويس. قد وقع البروتوكول كل من وزير التموين علي المصلحي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ممنيش. أشار مدبولي إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على سد الفجوة الغذائية من الإنتاج الحيواني. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ونائب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع توقيع عقدين بين الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل وهيئة قناة السويس. يهدف العقد الأول لتصنيع وإلقاء الشمندورات بقيمة 31 مليون جنيه، فيما يشمل العقد الآخر مجال أعمال التكريك الخاصة بإزالة الاختناقات الملاحية بالمجرى الملاحي بنهر النيل بقيمة 100 مليون جنيه.
أعربت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي عن سعادتها لحضور فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي يشارك فيه آلاف الشباب من مختلف الدول. وقالت قرينة الرئيس على صفحتها بفيسبوك أن المنتدى حدث عالمي يجسد حجم التخطيط البناء والجهد المتواصل على مدى أشهر طويلة لإخراجه في أفضل صورة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منتدى شباب العالم الذي سينطلق السبت المقبل في شرم الشيخ سيساعد الشباب على التفاعل الإيجابي والتعاون المشترك. وفي مقال نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني أشار شكري إلى أن الدورة الثانية من المنتدى ستجمع بين قادة المستقبل وصانعي السياسات لتبادل الآراء والخبرات وتقديم التوصيات العملية في ثلاثة موضوعات رئيسية هي السلام والتنمية والإبداع. أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق توجيهاته إلى الوجود الفعال والحماية المدنية للمشاركة في تأمين منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ. وقام مساعد الوزير للشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوي ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصام شادي بالمرور على الخدمات المرورية مع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء علاء عبد الظاهر. وتم التنبيه على الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف والوجود الفعال. أعلنت جامعة القاهرة تقدم 1330 طالبا وطالبة للترشح للانتخابات الطلابية للعام الجامعي الحالي. ووجه رئيس الجامعة دكتور محمد عثمان الخشت عمداء كليات الجامعة بإرسال تقرير يومي عن أعمال الانتخابات خلال فترة إجرائها، مؤكدا حرصه على إجراء الانتخابات في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، داعيا كل الطلاب إلى المشاركة في العملية الانتخابية. أعلن رئيس جامعة السويس دكتور سيد الشرقاوي أن 485 طالبا وطالبة تقدموا للانتخابات الطلابية في 12 كلية بالجامعة. وأضاف الشرقاوي أن الانتخابات شهدت إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، مما يدل على وعي الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة على حد قوله، لافتا إلى أن اليوم الأول لتقدم الطلاب للترشح كان جيدا ولم يجد أي معوقات أمامهم للترشح. أكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب النائب طارق رضوان الإعداد لزيارة برلمانية رفيعة المستوى لإثيوبيا وكذلك إنشاء جمعيات صداقة بين برلماني البلدين. أوضح رضوان خلال لقائه السفير الإثيوبي بالقاهرة استعداد مصر للتعاون مع إثيوبيا بشكل خاص ومع الدول الإفريقية بشكل عام، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل. من جهته أكد السفير الإثيوبي أهمية العمل على تعزيز التاريخ المشترك مع مصر من خلال تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات التشريعية والقانونية. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الشباب الإفريقي الذي أقيم على ملاعب جامعة القاهرة وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي. أكد صبحي أهمية الرياضة الجامعية ودورها في تفريغ طاقات الشباب، مشيرا إلى أن يوم الشباب الإفريقي من شأنه أن يدعم قيم الولاء والانتماء للدائرة الإفريقية وإقامة علاقات متميزة بين الشباب المصري والشباب الإفريقي. النهاردة اليوم الثاني اللي بنحتفل بيه باليوم الأفريقي، بنحتفل بيه من خلال طلبة الجامعات والطلبة الوافدين والدارسين الأفارقة في مصر وغير الطلبة. في الحقيقة النهاردة كمان موجود يعني سادة نواب من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة كمان اللجنة الأفريقية بمجلس النواب. إن شاء الله يكون هذا الاهتمام يتوافق مع دور مصر الأفريقي والدور الحيوي اللي موجودة في مصر مع شقائها الأفارقة في كل مجال وكل مكان،
وده نقطة كبيرة جدا من اهتمام يعني الحكومة واهتمام وزارة الشباب والرياضة من خلال ما تقدمه النشاط الرياضي وأيضا التعليم العالي من خلال ما تقدمه الطالب الجامعي. نظمت وزارة البيئة احتفالية ختام نتائج إجراءات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء، وذلك بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين بأحد فنادق القاهرة. وضعت وزارة البيئة خطة لعام 2018 للسيطرة ومواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء في محافظات المنظومة، والتي تضم القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ. اللي اتعمل في نوبات تلوث الهواء الحاد أو ما يدعى بالسحابة السوداء هو نتيجة لمجهود استمر سنوات عديدة جدا، يمكن 20 سنة كلنا قعدنا نشتغل ونشوف المشكلة ونقدر ان احنا نحلها ازاي. السنة دي كانت الفكرة مش ان احنا اعتمدنا على ان احنا هنزرع رز اقل فبالتالي هيطلع لنا قش اقل فبالتالي هنحرق اقل فمش هيبقى عندنا مشكله سحابه سوداء، لان الفكره ان هم 4 مسببات لتلوث الهواء في الفتره دي بالذات: مصانع، مقالب، عوادم مركبات، ومخلفات زراعيه متضمنه قش الرز. الاجراءات اللي اتعملت بخطه محكمه الكل فيها شريك، ويمكن دي اول رساله احب ان انا اقولها. انا احب ان انا اشكر بجد الساده الوزراء، السيد وزير الزراعه، السيد وزير التنميه المحليه، الساده المحافظين اللي ممكن يكونوا ما قدروش يبقوا معانا النهارده. من ضمن الجوانب المضيئه في الامر ان احنا تحولنا من رد الفعل الى الفعل من خلال الاعداد المبكر للحمله، اذا جاز ان التعبير ان نقول انها حمله. فكان الكل مستعد لكي تدريجيا نصل بالوعي الى المستوى الملائم لدى المزارعين، توفير الامكانيات منذ بدايه او من قبل واثناء موسم الزراعه، حملات توعيه شارك فيها الاعلام، وايضا احساس المواطنين باهميه تحويل قش الرز إلى منتجات أخرى لحماية البيئة ولتحقيق عائد اقتصادي. فاز النائب العام المستشار نبيل صادق بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، جاء ذلك في الانتخابات التي عقدت بختام فعاليات المؤتمر السنوي العام للجمعية المقامة في دولة موريشيوس، وحصد النائب العام أصوات أكثر من 80% من الأعضاء الحاضرين. قال رئيس محكمة النقد ومجلس القضاء الأعلى المستشار مجدي أبو العيلة إن القضاء العسكري لديه جميع الضمانات القضائية ويتميز بالحيدة والنزاهة، وأشار خلال كلمته في اليوم التدريبي لأعضاء القضاء العسكري إلى استعداد محكمة النقد لاستقبال دورات تدريبية في المجال القضائي بالتعاون مع وزارة العدل وجميع الجهات المعنية. اعتبرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الجالية المصرية بالخارج خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وأكدت مكرم في كلمة لها خلال ختام فعاليات النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور بالعاصمة البريطانية لندن، أكدت أن الاحتفاء بالجاليات التي كانت تقيم على أرض مصر مستمر كأول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية على أراضيها. وقامت وزيرة الهجرة بزيارة الكنيستين المصرية واليونانية بالعاصمة لندن.
تسلمت لجنة من الإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق والأحراز بوزارة الأثار مجموعة من المضبوطات التي كانت قد نجحت الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والجمارك من ضبطها في أعوام سابقة. وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أن المضبوطات تشمل 13 كتابا مخطوطا أثريا وسندات ووثائق رسمية ترجع إلى القرن العاشر الهجري، كان قد تم ضبطها جمارك قرى البضائع بمطار القاهرة في مايو الماضي، بالإضافة إلى 46 قطعة أثرية. اجتمع محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة مع الأجهزة التنفيذية ووكيل وزارة كل من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والكهرباء والموارد المائية والري والصحة والزراعة والتموين. استقبل محافظ البحر الأحمر أحمد عبد الله أولى رحلات الخطوط الجوية الألمانية بمطار الغردقة الدولي والتي تحمل على متنها 200 راكب، ورحب المحافظ بالسائحين على أرض الغردقة مشيرا إلى أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له دوي كبير حول العالم وفي ألمانيا خاصة على حد قوله، معتبرا أن افتتاح خط مباشر من ميونخ للغردقة سيساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال. أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك 3 دعاوى ضد عدد من شركات النقل وهم أعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. في بيان له قال الجهاز أنه وجه عدد من المأموريات بالتعاون مع رجال السلطة العامة لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها الكيانات والشركات العاملة في سوق التصدير خاصة البطاطس، بعد تلقيه بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية احتفالية كبرى للمساعدة في تجهيز 100 عروسة بالمحافظة ضمن مبادرة كلنا واحد بحضور محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس. وخلال الاحتفالية أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، مؤكدا أن الحزب ولد كبير وأنه شاهد على دوره الذي يقوم به منذ ثورة 30 يونيو. ضبطت الأجهزة الأمنية عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ضبطتهم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيا نشاطه الإجرامي تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بخاصة فئة 50 جنيها، مستأجرين شقة سكنية بالمرج لهذا الغرض والتي تم ضبطهم فيها، وضبط الأدوات المستخدمة في التزوير ومبالغ مالية مقلدة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالأسكندرية ومساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه نظرا لوجود خلافات مالية بينهما. 1,100,000 جنيه هو مبلغ الفدية الذي طلبه هؤلاء الجناه من والد طفل اختطفوه نظير إطلاق سراحه، لكن والد الطفل أبلغ قسم الشرطة الثالث المنتزه بالإسكندرية بالواقعة، وعلى إثره شكل فريق بحث من قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية نجح في ضبط الجناه وإعادة الطفل إلى أحضان والديه سالما، اللذين أبدوا فرحة كبيرة بعودة نجلهما، كما شكروا الأجهزة الأمنية على جهودها لضبط المتورطين في ارتكاب الواقعة.
أعلنت الخارجية الروسية أن ما وصفتهم بالإرهابيين في محافظة إدلب السورية يحاولون إفشال تنفيذ اتفاقية المنطقة منزوعة السلاح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن مسلحي تنظيم جبهة النصرة وغيرهم يواصلون قصف مواقع القوات الحكومية السورية جنوب محافظة إدلب وشمال غرب محافظة حماة. دعت الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي في العثور على مقابر جماعية بمحافظة الرقة، وحملت دمشق التحالف الدولي مسؤولية تلك الجرائم التي وقعت بالرقة بعد نقل عناصر داعش منها إلى دير الزور لمحاربة الجيش السوري. وطلبت سوريا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف ما وصفته بجرائم التحالف بحق الشعب السوري ومنع تكرارها. كشفت مصادر سورية أن تركيا تعد لعملية عسكرية واسعة ضد الأكراد في الشمال السوري بالاشتراك مع فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة. وقالت المصادر أن المخابرات التركية طلبت من الفصائل الاستعداد للعملية على أن يشمل الهجوم مناطق في شرق الفرات يسيطر عليها المسلحون الأكراد. كانت واشنطن أعربت عن قلقها تجاه الضربات التركية على شمال سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات سوريا الديمقراطية وقف حملتها ضد داعش بسبب هذه الهجمات. في وقت اشتدت المعارك في مناطق شرق الفرات بين القوات الكردية المدعومة من واشنطن والمعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، تشن تركيا واحدة من أعنف جولات قصف مناطق الأكراد في شمال سوريا. القصف الذي تبرره تركيا بمحاربة الإرهاب في شمال سوريا تسبب في مقتل وإصابة العشرات من القوات الكردية، مما دفع الأخيرة إلى إعلان وقف حملتها ضد تنظيم داعش والتراجع إلى خطوطها الأساسية في عين العرب. واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بالسعي لتخفيف الضغط على عناصر داعش من خلال قصف مناطق الأكراد لإجبارهم على التراجع، وبالتزامن حملت وزارة الدفاع الروسية الجيش التركي مسؤولية عواقب عدم تنفيذ جميع التزاماته بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كناشنكوف إن أنقرة لم تنجح في تحقيق جميع مسؤولياتها، مشيرا إلى وجود محاولات مستمرة من المسلحين لنسف الهدنة من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية لتنفيذ هجمات بغازات سامة وتحميل دمشق مسؤوليتها. وتأتي الهجمات التركية غدا قمة جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدت في اسطنبول السبت الماضي، وتناولت الأزمة السورية حيث تبنى المشاركون بيانا أكدوا فيه على التزامهم بالعمل معا لخلق الظروف الملائمة لضمان السلام والأمن في سوريا. ويأتي القصف كذلك بعدما هدد الرئيس التركي أردوغان بشن هجوم على شرق الفرات متحديا القرارات الدولية في هذا الشأن. وبات التساؤل المطروح حول خيارات واشنطن للتعامل مع الخطوات التركية التي تهدد خططها المعتمدة على دعم قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة إرهاب داعش. استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السفير المصري في بغداد علاء موسى. وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان له انه جرى خلال لقاء مناقشه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصاديه والتجاريه والطاقه، وكذلك التعاون في التصدي للارهاب باعتباره خطرا ما زال قائما. استقبل الرئيس العراقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته إلى بغداد. كما بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الصفدي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
جدد المتظاهرون في مدينة البصرة العراقية تظاهراتهم وبدأوا في نصب خيام للاعتصام بالقرب من الحقول النفطية. يطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات في المحافظة وتوفير فرص العمل، مهددين بغلق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت. وشهدت البصرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة تظاهرات عارمة تخللها حرق مقرات الأحزاب السياسية. استهدف طيران التحالف العربي معسكرات سرية وتجمعات لميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وبحسب مصادر عسكرية فإن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات، كما أسفرت الغارات عن تدمير آليات وعتاد استخدمه الحوثيون في إطار عملية الحشد ونشر مقاتليهم داخل أحياء مدينة الحديدة. رحبت الحكومة اليمنية بكل الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام. وقالت الحكومة في بيان صحفي لها إن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاثة المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة عبد رب منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة تمرد الحوثيين. وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادث سيول البحر الميت. وتحددت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكل موضوعية وتحديد جوانب القصور والجهات المسؤولة بكل دقة واستخلاص الدروس للاستفادة منها مستقبلا، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحدة. تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل بما خلصت إليه من التوصيات اللازمة لعرضها على الملك بأقصى سرعة. استقال وزيرا السياحة والتعليم بالأردن من منصبيهما على خلفية كارثة سيول البحر الميت. وأعلنت وزيرة السياحة لينا عناب عبر صفحتها الرسمية على تويتر أنها وضعت استقالتها من منصبها في الحكومة بين يدي رئيس الحكومة عمر رزاز لاتخاذ ما يراه مناسبا. أرجعت الوزيرة سبب الاستقالة إلى ما وصفته بالمناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي يمر بها الأردن. وكانت سيول اجتاحت منطقة البحر الميت في الأردن الأسبوع الماضي وتسببت في وفاة العديد من المواطنين منهم تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان السيد محمد معيط الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد محمد في إكسترا نيوز. إذا لجنة جديدة يعني سيتم تشكيلها للبحث في أسباب الكارثة التي حدثت بالتعاون مع لجان أخرى، ما الذي ستشكله هذه اللجنة من فارق إذا كان هناك لجان أخرى بالفعل تقوم بنفس العمل؟ مساء الخير سيدتي. الفرق يكون بأن اللجنة بتكليف تأكليف ملكي وليس حكومي، وهي ستقدم خلاصة تقريرها إلى الملك عبد الله الثاني مباشرة دون أن تمر عبر الحكومة. وهذه اللجنة تضم شخصيات وطنية يشار إليها بالبنان، تضم جنرالات عسكريين وقضاة ونواب وممثلين عن أهالي الضحايا وعائلات الضحايا شهداء الحادث الأليم وجيولوجيين أيضا كما ذكرت، وبالتالي سيكون تقريرهم محايدا وبعيدا عن التسويف، وسيضع يده على الجرح لتحديد مكامن الخلل في الأسباب والظروف التي أدت إلى الفاجعة التي أودت حياة المدنيين الأطفال الأبرياء في هذه الحادث. وبالتالي التقرير سيقدم مباشرة إلى الملك عبد الله الثاني، وبالتالي سيتم المحاسبة بناء على ذلك في التنسيق أيضا مع اللجان الأخرى التي تم تشكيلها.
الفارق في هذه اللجنة أيضا أن هنالك آلية المحاسبة لم يتم الإشارة إليها عن طريق الحكومة، وبالتالي الملك هو ما سيوجه مباشرة بوضع مكامن الخلل. أيضا هنالك استخلاص العبر من الحادثة التي حصلت، هنالك يقال أنه سيتم تشديد نظام إنذار مبكر في حال وقوع أي كوارث أخرى لا قدر الله مستقبلا، أن يتم تلافيها أو تداركها قبل أن يقع ما لا يحمد عقباه. طيب رأينا أيضا استقالة وزيرة السياحة، وزيرة عفوا السياحة، وأيضا وزير التعليم، يعني بالإضافة لتشكيل هذه اللجان، هل هي كلها إجراءات كفيلة بامتصاص غضب الشارع الأردني؟ لا أخفيك أن هنالك حالة من الغضب تسود الشارع الأردني قبل أيضا أن تخرج نتائج هذه التقارير. هنالك شعور غير معلن بوجود تقصير حدث من قبل المسؤولين، سيما وأن هنالك كان تحذيرات من أحوال جوية صعبة تشهدها المنطقة، وتزامن ذلك مع زيارة أطفال هذه المدرسة إلى تلك المنطقة دون أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مثل هكذا حالات. أيضا موضوع وزارة السياحة، كان هنالك تقصير بأن هذه المنطقة يؤمها العديد من الزوار ومن العائلات ومن المستوطنين والسواح، وبالتالي كان يجب أن يتم أخذ إجراءات واحتياطات لازمة في أجواء جوية استثنائية التي حدثت. أيضا وزارة التربية والتعليم كان هنالك تقصير في موضوع متابعة موضوع هذه الرحلات ومسير هذه الرحلة، حيث تسرب كتاب رسمي بأن المدرسة كانت موافقة على زيارة منطقة أخرى تسمى الأزرق في شرق الأردن، وهي مختلفة تماما عن المنطقة التي تمت إليها هذه الزيارة. فبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي آلية الرقابة على هذه الرحلات المدرسية التي يتحرك فيها المئات باليوم من هذه الرحلات، وما هي آلية التدقيق على مساراتها وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث؟ يقال أن هنالك أكثر من 150 رحلة كانت في يوم الفاجعة الخميس الماضي، وبحمد الله أنه عدت انه 149 رحله، ولكن للاسف كان قضاء الله في. طيب لكن لماذا، يعني لماذا يتقدمان بالاستقاله الان وقد مر اسبوع على هذه الحادثه؟ لماذا الان؟ لماذا ليس بعد الحادثه بيوم او يومين؟ نتفق معك، الاستقاله متاخره، اتت متاخره جدا، ولكن الحادثه بدات ككره الثلج المتدحرجه، بدات ردود الفعل صغيره وبدات تكبر، ومع ازدياد أعداد الشهداء والضحايا بدأ الغضب يزداد، إلى أن ثبت في الجلسات النيابية وطريقة الحوار أن هنالك إصرار على تحميل المسؤولية لجانب المدرسة فقط، ولكن يوجد مسؤولية أدبية كان يجب أن يتحملها الوزراء المسؤولين عن هذه، حتى أن يستقلوا أدبيا حتى لو لم يكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة ومتورطين مباشرة في هذا التقصير. هنالك استقالة أدبية تكرس لمبدأ محاسبة جديد، أن يكون هنالك حمل مسؤولية الأدبية في تقصير وزارتك وفي تقصير اتخاذ. طيب وبالتالي يعني عذرا، ربما سؤال اخير سريعا، اذا كانت هذه الاستقاله جاءت متاخره، ايضا هذا يطرح تساؤل عما اذا كانت هي بالفعل استقاله ام اقاله؟ قد تتعدد التسميات، ولكن بالنهايه هم سيتنازلون عن مناصبهم على وقع الغضب الشعبي وعلى وقع التقصير الذي حدث وعلى وقع التقارير. هي تتعدد التسميات، ولكن هم بالنهايه أقيلوا أم استقالوا، هم سيغادرون منصبهم، وهذا هو الأهم. شكرا جزيلا لك سيد محمد معيطة، الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من عمان. تتواصل فعاليات النسخة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 77 دولة. أقيم المعرض هذا العام تحت شعار قصة حروف بمشاركة 1876 دار نشر، واختيرت دولة اليابان لتكون ضيف شرف المعرض في دورته الجديدة. يقدم المعرض ما يزيد عن 20 مليون كتاب، ويشهد خلال أيامه العشرة توقيع نحو 500 كتاب أحدث إصداراتهم، كما سيشهد المعرض تكريم حاكم الشارقة للفائزين بجوائز معرض الشارقة للكتاب.
استدعت النرويج السفير الإيراني بشأن محاولة اغتيال معارضين إيرانيين في الدنمارك، وهي المحاولة المتورط فيها مواطن نرويجي من أصل إيراني ألقت السلطات الدنماركية القبض عليه. وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إنه تم التشديد على السفير الإيراني بأن ما تقوم به بلاده غير مقبول في ضوء التحقيقات الدنماركية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بيونس آيرس في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري. وقال ترامب عبر حسابه على تويتر أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني تناولت موضوعات التجارة وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين إضافة إلى ملف كوريا الشمالية، مؤكدا أن المباحثات سارت في اتجاه جيد. يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا في وقت سابق لوقف الحروب الاقتصادية مؤكدا عدم وجود فائز فيها. أكد وزير النقل هشام عرفات أن مجال النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وفرصا استثمارية واعدة في مختلف قطاعاته. خلال لقائه مع المدير الإقليمي للبنك الإفريقي مالين بلومبرغ للتنمية لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية والتمويلية في قطاعات النقل بمصر، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري مناخ واعد. من جانبها أشارت المدير الإقليمي للبنك الإفريقي إلى دراسة كافة المشروعات التي تم طرحها خلال الاجتماع وتحديد أوجه التعاون التي سيتم البدء فيها حسب الأهمية. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت جاهزية مصر لاستضافة مؤتمر الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية للاتصالات بشرم الشيخ. جاء ذلك خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو بمدينة دبي. كما عقد الوزير عدة لقاءات على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي مع كل من رئيس شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإسبانيا ووزيرة الاتصالات في غانا ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أوغندا. تم خلالها بحث التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره. في ختام النشرة أذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيسي يقوم بجولة تفقدية بالدراجة لمدينة شرم الشيخ. شكوى أممية لدمشق تطالب بإجراء تحقيق فيما تصفه بجرائم التحالف الدولي بالرقة. والرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على عقد قمة مشتركة نهاية الشهر الجاري. ختام نشرة الأخبار، لكن بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر موقعنا extranews.tv. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.